بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. تو آز بارو اس فردريات لسن نمبر 9 اس وشو بالمنك سيدنا عمر فاروق رضي الله عنه تون انصاف كيا شو تون كيا شو ناو عدل كيا اوس كي پنس گورنس نس نیچوس تہ بخچان کی بی یتھ سو اخ بڑ زنان آبجیکٹ کران چھ کن چیزس متعلق اینڈ وین ہی فائنڈ شی از رائٹ تم تھوپ کر ایکسپٹ کران حالانکہ تم پان ہیڈ آف دا سٹیٹ کان ایگو نا کان سو چیز نیہ بہز مان دم سن اد چیز خبر کس زنان بہ مان ام سی جہاں ان کو دکھا کہ غلطی ہے تھپ کرتھ مونک یہ شان الحمد للہ بڑے بزرگن بہرحال آز پکو اس مزید برہ کن اتھ کن لاگو گنتھ کچھ ون شریف بسم اللہ اچھا جی ون محترم اتھ مزید پکو اس وجاء رجل من بلاد فارس الى المدينة. جاء رجل ایک آدمی آیا من بلاد فارس فارس کے علاقے سے فارس اس نا پرشین امپائر سہ اس اخ بوڑ وسیع امپائر اپ پھیلت ایران عراق وغیرہ اس تک مز ہپر آرمینیا وغیرہ تمی پرشین امپائر مز آو نفر مدینہ شریف ولہ مطلب عند امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ تمس اس اتھ مطلب مطلب گئی اخ تمس اس کام اخ تمس اس اخ پن ذاتی کام مطلب تمس اس اخ مطلب اخ امیر المؤمنین عمر فاروق اس رضی اللہ تعالیٰ کام اس سنگت منگے آم نی فلما بلغ المدینہ سأل عن عمر رضی اللہ ویسے بائی دی وے ویس ونیک تین کورمت یہ آبزرو سأل عن عمر یہ گھس عمری آسن چھنا مگر عمر چھ ڈپٹوٹ چھا کن نہ یہ اس پورمت ممنوع من الصرف تو ممنوع من الصرف چھ آسان تات چھ اگر لاسٹس چھن تات زیر قطن لگان زیر کی جگہ زبر ہی لگتا ہے ممنوع من الصرف تات دما فلما بلغ المدینہ جب وہ مدینہ پہنچا وہ شخص سأل عن عمر اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا فقیل لہ بس کہا گیا اس سے قیل قال چھنا ایکٹیو مبنی للمعلوم قیل چھو تمیق مبنی للمجهول قیل اس سے کہا گیا یا کہا گیا فقیل سو قیل it was said له to him انہ ذهب يستریح قلیلا فی ظل شجرت سموها له سموها له انه ذهب بے شک وہ گئے ہیں یستریح قلیلا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے استراحت استراحہ استراحہ تو ایسے وچ مون می بی اگر تو ایسے ابزرو کر مون اچھا اصل لکھت استراحہ استراحہ کو یعنی ریسٹ ریسٹورنٹ استراحہ یعنی یستریح استراحہ یستریح استراحہ ذهب يستريح قليلا he went for a little rest little rest في ظل شجرة under the shade of a tree under the shade of a tree وہ ایک تھوڑے سے آرام کے لیے گئے ایک درخت کے سائے تلے سائے تلے سائے تلے یعنی تجھے آرام تھوڑا کرو سم موحا لہو انہوں نے اس سے اس کا نام کہا سمو دے نیمڈ ہا اٹ لہو فار ہم سمو شو سما یو سمی تمیما شو سمو فعلو کے وزن پر سمو دے نیمڈ ہا اٹ اٹ یعنی شجرہ شجرہ شنا مونس دے نیمڈ اٹ لہو فار ہم فضاہ یعنی تمی کلک ناو دکو یعنی کلن چیز ناو دکو فضاہ با الہ حيث وصفوا له الموضع بس ذهب وہ گیا الى حيث جیسا کہ اس ادھر کی طرف جہاں کی وصفوا انہوں نے بیان کیا تھا وصف بیان کیا تھا له الموضع جگہ کا موضع کو جگہ سو ہی وینٹ لائک دے ڈسکرائب ہم اباؤٹ دا پلیس سو ہی وینٹ لائک دے ڈسکرائبڈ ہم
the place. They described him the place. حيث like وصفوا. They described له for him الموضع the place. فوجد عمر رضي الله تعالى عنه مستقليا في ظل الشجرة يغط في نوم عميق. أتشا. فوجد بس استنبايا عمر رضي الله تعالى عنه مستقليا يعني ليتا هو في ظل الشجرة درخت کے سائے تلے یغوت گوتے مار رہے ہوئے گوتے مارتے ہوئے فی نوم عمیق گہری نیند میں یعنی کھروک کھروک یغوت ہی سنورنگ یہ کسی واز کیس کی شنا رلان پاس ٹنس سے اینڈ ہی فاؤنڈ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ہی فاؤنڈ ہم سلیپنگ ان ڈیپ سلیپ snoring in a deep sleep under the shade of the tree. Yagutto. Achha. Mustaqliyan kurmi aras, leta hua. Lying. He found Umar lying under the shade of the tree, snoring in the deep sleep. Faqala qawlatan uthirat an. Pas, usne ek baat kahi. ایک قول کہا قولا اسٹیٹمنٹ ہی سیڈ اسٹیٹمنٹ اثرت انو جو اس سے معصور ہے اثرت انو یہ شیت بنان فعل مجھول بنان یعنی پیسو بنا اثرت اس سے معصور ہے ریلیٹڈ فرام ہم سوری نریٹڈ فرام ہم ہی سیڈ اے اسٹیٹمنٹ دیٹ واز نریٹڈ فرام ہم کیا سٹیٹمنٹ عدلت فامنت فنمت یا عمر رضی اللہ تعالی اللہ اکبر عدلت آپ نے عدل کیا فامنت آپ نے امن حاصل کیا فنمت پس آپ سوئے یا عمر رضی اللہ تعالی اللہ اکبر انہیں امی سے طور فکر تو یہ اس کو عدل امن کو وہ حاصل پس تم پتہ شنگ ہوتی اے عمر یعنی آپ سوئے بڑے آرام سے کیوں کیونکہ آپ نے عدل کیا اور امن حاصل کر لیا اس وجہ سے ریزلٹ کیا نکلا فا فا السببیہ فا السببیہ نمت یا عمر پس اس کی وجہ سے آپ سوئے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرا نفسہ مسئولا عن رعیته یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کو مسئول یعنی تمہیں یہ سمجھان پانی اس مانس کی بچوس اکاؤنٹیبل مسئول ان رعیت ہی ان کی رعیت کی طرف سے ان کی رعیت کی طرف سے وہ اپنے آپ کو مسئول سمجھتے تھے اس دن یوم اس دن لا ينفع مال ولا بنون نہ اس دن نہ کوئی مال نفع پہنچائے گا نہ اولاد بنون یعنی اولاد الا ہاں سوائے یہ من اتى اللہ بقلب سلیم اسی کو نفع پہنچے گا جو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے آئے گا بقلب سلیم قلب سلیم لے کر یعنی پاک دل لے کر یعنی کیا شتنا کفر شرک بدعت حقد بغض ریاکاری ان سب غلاظتوں سے پاک دل لے کر زندہ دل لے کر آ چکے قلب سلیم یعنی قلب حائی زندہ دل لے کر سقیم مریض دل یا مردہ دل لے کر نہیں بلکہ کیا شتنا زندہ دل لے کر اللہ کے سامنے جو کھڑا ہوگا وہی بچے گا اس دن نہ تھی اسم نہ تم نہ مال نہ اولاد کام ہاں حضرت عمر فاروق اس پنس مانس اکاؤنٹیبل سمجھا پنے رئیت کی طرف وکان یحرس علی ذلک حتی انہ لا یقول وہ اس کے بارے میں حریص تھے ہی یوز ٹو ٹیک کیئر اباؤٹ اٹ حتی انہ لا یقول یہاں تک کہ وہ یہ کہا کرتے تھے لو ان دابتا عثرت بالعراق لکنت مسئول لکنت چونکہ لکنت مسئولا عنها یوم القیامة اگر ایک جانور نا اگر جانور دا بچتا پر جانور اگر ایک جانور عثرت بالعراق عراق میں مر گیا یعنی سکو بچارتا کہ تمس گئی کنی وجہ سے ڈیک جانور اس لکنت مسئولا عنها میں اس کے بارے میں مسئول ہوں یوم القیامت قیامت کے دن اللہ اکبر ہے یوتی تھاٹ اگر از آسی لیڈرن کوتا امن آسی کوتا عدل آسی
لقد كان عمر رضي الله تعالى عنه ثمرة يانعة من ثمار تعاليم الإسلام. بيشك عمر رضي الله تعالى عنه ثمرة يانعة يعني إكواجه ثمرة 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 شده بني يعني product a great product from الثمار يعني products of تعاليم الإسلام Islamic study يعني إسلامي تعاليم جو ہے إسلامي جو يعني etiquettes دیتو اسلامک اخلاق دیتا ہوں تعالیم جو جو اسلام نے سکھایا اس کا بیسٹ پروڈکٹ زبردست پروڈکٹ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. بہرحال الکلمات الجدیدہ ینصف یعدل شأنه حاله منددا منفرا المغالات منفرا کو یعنی مندد کر رہا ہے ند ند کر رہا ہے یعنی کسی کا اپوننٹ مندد کو اپوننٹ المغالات المبالغة الزيادة دروغ دروغ يعني بدون كسي ما زيادة يعني شو نعم سانسو كي أشوف دي كوني جيزس خسانشو داتش مغالات دبا المهور جمع مهر وهو حق الزوجة الصداق أتش صداق دي دبا أتش فكرة ترمينال جمس كي دبا الصداق صديق صداق نكي صداق نكي صداق صداق الصداق سو مہر کو فقہ کی ٹرم میں کیا بولتے ہیں الصداق بہتانن باطلن بہتان کو اپس سلینڈر اسمن ذنبن اسم کو ذنب گناہ مبینن واضحن مبینن کو واضح طور پر بیان کرنے والا راجع حاسب نفسہ راجع یعنی لوٹے اپنی طرف اپنے آپ کا محاسبہ کیا ملأ فی جماعہ مستلقیا نائمن علی ظہر نائمن علی ظہر لیٹے لائن کر رہے میں عرض تو پورشات مطلب دینا نائمن علی الظهر اپنی پشت پر سوئے تھے مستلقیا نائمن علی الظهر اثرت ان رویت ان قیلت ان یا یعنی اہ طیبہ ناضجہ یغوت فی نوم عمیق فی سنورنگ میں عرض کو اچھا التراکیب الجدیدہ یہ ہے کہ پہلے تو شروع کیا یہ سوال تدریب علی القراءہ یہ بھی آپ الحمدللہ یہ شو اس اگر تو یہ کہ کرے تو کہتے بہتر ہو اچھا وش تو التدريب الثاني الافعال المضارع في الجمل الاتية مرفوعة اجعلها منصوبة مرة ومجزومة مرة مرة اخرى في جمل من عندك يشو دپن یاسا شو مرفوع على رفع اسمس nominative case آت بنيتو مجزومة آت بنيتو منصوبة فاني طرف الرجلان يتحادثان الرجلان يتحادثان آت شو بناون جنابي موتر مشو دبا آت بنيو منصوب منصوب كت كي بنيو من اندك منصوب يا مجزوم دونوي دونوي اكي سنتنس بنيو منصوب اكي سنتنس مجزوم يز مجزوم مجزوم یعنی جزم جس کے آخر پہ جزم اور منصوب جس کے آخر پہ زبر یہ پورا ایسے کہ منصوب کم سے چھو فعل بنان مجزوم کم سے چھو فعل بنان آپ مہربانی کر کے یہ کیجئے یہ آپ کے لئے اچھی پریکٹس ہے بیزن اللہ اقرا تارا کے بلاتے تو مکتوب ترے تو یوشف ترے تو یہ سکتے فل ان دا بلینکس یہ چھو پانے کارون دا یوشف آچون کین چھو کٹ پیسٹ کرو بینی کین چلو جی ثالثا القواعد النحوية الظرف المضاف إلى الجملة الظرف المضاف إلى الجملة أولا بوزون ونتاز الأمثلة examples انظر إلى التراكيب الآتية see look into the following constructions المجموعة الأولى first group group number one كان عادلا حين ينصف الضعيف من القوي وحين ينصف الناس من نفسه قابلته حين زيد دعاه إلى بيته سأزوره حين العودة من السفر المجموعة الثانية second group يوم لا ينفع مال ولا بنون رأيته يوم أبوه حضر كلمته يوم الخميس ناده ساعة تراه قادما
ولا تناديه ساعة الصلاة. المجموعة الثالثة جروب 3، قصد المصري المدينة حيث عمر رضي الله تعالى عنه مقيم، فنظرت إليه حيث وقف خطيبا، فذهب إلى حيث وصفوا له الموضع. المجموعة الرابعة فور جروب، كان يرى نفسه مسؤولا إذ هو أمام الله، فإذ أحس ابن عمرو بالهزيمة ضرب المصري. عندئذ قصد المصري المدينة. المجموعة الخامسة فيفث جروب، حتى إذا سمع عمر رضي الله عنه شكوى المصري أرسل يستقدم ابن عمرو، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. ثانيا الشر، انظر إلى أمثلة المجموعة الأولى تجد لفظ حين في كل مثال في أمثلتها. جروب 1، اسمها آپ دیکھتے ہیں حين، كنت كان عادلا حين، دائمًا سوز وحين ينصف، دائمًا سوز قابلته حين، سأزوره حين العودة. إذا تأملت ما بعد لفظ حين وجدته يتراوح بين الجملة الفعلية في واحد واثنين والجملة الاسمية في ثلاثة والاسم المفرد في أرض في الرابع. تساوي كان في آگے پیچھے جا رہا ہے یعنی رومنگ بٹوین. اچھا کیا گۄڈنِکِس منٛز کیاہ چھُ، کانا عادلا حین یونصف، حین پتہٕ چھُ یِوان فعل، دٔیمِس منٛز وحین یونصف الناس، دٔیمِس منٛز کیاہ چھُ، دٔیمِس منٛز تہِ چھُ فعل یِوان چھُنا، گۄڈنِکِس تہٕ دٔیمِس منٛز دوٚپُن فعل گوٚو جُملہٕ فعلہِ. پتہٕ ترٛیٚیِمِس منٛز کیاہ چھُ، جُملہٕ اسمیہ یِوان حین، تَمہِ پتہٕ کیاہ چھُ، زیدُن دعاہُ الی بیتِہِ، جُملہٕ فعلی یزِ زید کیاہ چھُ اتھ ناو، جُملہٕ اسمیہ. سأزوره حين العودة من السفر، يوتا تن سولم التعلق سولم شو على الاسم المفرد، على الاسم المفرد، على الاسم المفرد كياغو، سأزوره حين العودة من السفر شو كوني، شو كوني على الاسم المفرد. دي جاتس كلير ان شاء الله. اكزامبلز بزنس. انظر ايضا الى امثله المجموعه الثانيه، ترى لفظي يوم في خمسة وستة سبعة وساعة في ثمانية وتسعة. ما مستوي جروب 2، جروب 2 اسمه شو شانتي يوم ونيك اسمه يوم و نمبر 5 نمبر 6 اسمه يوم نمبر 7 اسمه يوم نمبر 8 نمبر 9 اسمه ساعة. اچھا اوتھا گو نمبر 8 نمبر 9. دخل لفظ يوم في خمسة على جملة فعلية وفي ستة على جملة اسمية وفي سبعة على اسم مفرد. وشتر موجب مصبت شو الجملة يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم شو داخل قسن جملة فعلية. رأيته يوم أبوه حضر، جملة اسمية. كلمته يوم الخميس، هو اسمي مفرد، اسمي مفرد. دخل لفظ ساعة في ثمانية على جملة فعلية وفي تسعة على لفظ مفرد. واستوى ساعة، ناديه ساعة تراه قادما، جملة فعلية. ولا تناديه ساعة صلاة، جو مفرد. واكتب واستوى ايش بيدا بان. دخل لفظ ساعة في ثمانية على جملة مفرد. تأمل المجموعة الثالثة تجد في كل مثال منها لفظ حيث. تريوم جروب يش تعرف ما شو حيث، قصد المصري المدينة حيث، فنظرت إليه حيث فذهب إلى حيث. أتشا تجد في كل مثال منها لفظ حيث. في المثال رقم 10، أول أمثلة هذه المجموعة، جاء بعد حيث جملة اسمية. أما في 11 و12 فقد تلاها جملة فعلية. وشتر دهس
ده ساسكاتشوان حيث بات. عمر مقيم، عمر مقيم وجملة اسمية. فنظرت إليه حيث وقف خطيبا دايم، فذهب إلى حيث وصفوا له الموضع. حيث باتشوكا هاي كيمس بيمس مزيوان جملة فعلية تيش يا ساني وان مش فلال زيادة ما بات ده بي إن شاء الله نكيس بس سمرايز. لاحظ المجموعة الرابعة، تجد في كل مثال من أمثلتها لفظ إذا، إذ جاء بعد إذ في أول أمثلة هذه المجموعة جملة اسمية، وفي الثاني جملة فعلية. مجموعة صور أكشن، كان يرى نفسه مسؤولا إذ هو أمام الله. إذ بعد كاتش جملة اسمية، فإذا أحس ابن عمرو بالهزيمة ضرب المصري. إذا أحس، إذا إذ فإذ أحس، فإذ إذ بعد كاتش جملة فعلية. عند إذ قصد المصري المدينة. وفي رقم 15 الثالث أمثلة هذه المجموعة، تجد لفظ عند إذ، فنعلم أنها مكونة من عند وإذ مع تنوين إذ، عند إذ. أما في المجموعة الخامسة فنجد إذا داخل في المثالين على جملة فعلية. كل هذه الألفاظ هنا ويا وانشي قراني جمع هنا ويوم وساعة وحيث وإذ وإذا أكزي تري صور بانشي هنا أك يوم ز ساعة تري حيث صور إذ بانش إذا شيء ظروف مش ظروف adverbs ضالة إما على مكان يمشي دلالة كران كاسبت يأتي مكان اسبت يعني place مثل حيث وإما مثل حيث وإما على زمان يا adverb of time مثل بقية الظروف المذكورة. يعني حيث تخلي من مز كمان مز يمزان اسمشنا كسكس هنا يوم ساعة حيث إذ وإذا يوم مز تخلي حيث ظرفي مكان باقي شيء سيدي ظرف زمان adverb of places. تأمل الأمثلة السابقة جميعا تجد كل ظرف مما ذكر يقع موقع المضاف وما بعده مضاف إليه سواء كان مفردا أو جملة اسمية أو جملة فعلية. كتب غور يمن طبعا غور كتب يشو يزني تجد كل ظرف مما ذكر يا سچو يشو حركة ظرف اسمه مشو شو موقع المضاف يوزن تامبا شو شو مضاف إليه تشو تا كيت كي ترجمة نيرة سواء كان مفرد أو جملة اسمية أم جملة فعلية. أشا وشتو عندما لحق التنوين إذ في المثال رقم 15 كان هذا التنوين عوضا عن الجملة المحذوفة التي كان يمكن أن تحل محل المضاف إليه. وتقدير الكلام عند إذ قال له أنا ابن الأكرمين قصد المصري المدينة. يعني يزن عند إذن شو يا أجد التنوين لقام زالة سلقنا التنوين التنوين شو دلالة كران كي يشو يا سچي عوض يعني بدل بدل كسكي بدل الجملة المحذوفة التي كان يمكن أن تحل محل المضاف إليه. يعني يزن مضاف إليك جاگا هو سكتا ہے آت كسي يسا اكزرسائز گشت إن شاء الله دائم رائٹنگ بورڈ تہِ کرو بإذن الله تعالى يوز کل کتھ نئس کلاسس مز فی الحال آز کرو أسۍ تھوڑا غور مزید بے پرو یہ گژھِ کلیئر ڈونٹ وری ان شاء الله. ثالثا القاعده وان شو تو سمرائز قد يجوز ان يضاف الظرف وقد يجب. یہ جائز ہے کہ ظرف جو ایڈورب ہے وہ مضاف ہو جو مضاف ہو وقد يجب اور کبھی کبھی لازمن ہوتا ہے واجب sometimes it's necessary it is in it's possible that adverb is مضاف but sometimes it's necessary. من الظروف ما يضاف الى المفرد والجملة مثل حين ويوم وساعة ومنها ما لا يضاف الا الى جملة مثل حيث واذ واذا يجيبوا شو اكزامبل الجملة المضاف اليها حيث الجملة المضاف إليها حيث وإذ قد تكون اسمية وقد تكون فعلية. جملة يزن المضاف إليها
Güzel. Hayt vasus cümle imancı müdafileyi. Suheki ismiyeti esiti fiiliyeti esiti. La tudaf iz illa ile cümle el fiiliyye. Alla battı. Alla battı. Zaten gerçekten haysu ve iz takunu ismiye ve kat takunu fiiliyye. Albat la tudaf iz illa ile cümle el fiiliyye. İz sulana cümleyi fiiliyesi. Aşağı. İza ca nasrullah. İza şunu iz second game şu iza la tudaf iza illa ila cümle el fiili yani iza şu cümle el fiili sidi lagan lakin tam bagar ki ye karbi inşallah example of sidi biz dilay taala ye karau kya chot na bhi haje next time ya ko bo bo tik agar possibility pe use karu sidi karau inshallah to aaj karbi sidi tik tam akhir daawana ani alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu taala ala khairi khalqi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.